الفرقه اللي موجوده مع كابتن حسام البدري دي تخليه يوصل ياخد دوري ابطال افريقيا، يعمل المجد اللي كان عمله مانويل جوزيه في الحقبه التاريخيه بتاعته؟ اه طبعا، الفرقه اللي مع كابتن حسام دلوقتي فرقه هايله. وبعدين تعالى بص النهارده في اي مركز تلاقي النهارده اتنين، وفي مراكز تلاقي المستويات قريبه جدا جدا النهارده. يعني ما شاء الله، يعني الفرقه النهارده فيها لعيبه كويسه قوي 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 يعني، ولاعيبه على مستوى عالي من الاداء الفردي والاداء الجماعي والتكتيك والفهم. يعني النهارده الاهلي بيلعب مع القطن الكاميروني. النهارده اللعيبه هو الاسلوب اللي بيلعبوا بيه، هو النهارده الاداء، هو النهارده خبرات لعيبه النادي الاهلي. رغم سوء ارضيه الملعب، رغم الرطوبه عاليه، رغم درجه الحراره عاليه، بس حقيقه الراجل الجون الله يبارك له يعني. ما انا بقول لك، لا برضه ما عندوش اي فكره خالص. حتى لو الجول تعالى بص اداء النادي الاهلي. اداء فرقه عندها خبرات، فرقه بتلعب باسلوب، فرقه بتلعب بتكتيك معين، فرقه عندها من الخبرات داخل، سواء اداء فردي او سواء جماعي، تحس ان فرقه النادي الاهلي يكسب الفرقه دي كتير كمان. يعني يكسب فرقه القطن الكاميروني كتير. طيب شفت اداء الاهلي ازاي، وتحديدا مؤمن زكريا النهارده اللي كان متالق، عمل اكتر من 5 أو 6 كرات يعني بخلاف الهدف اللي سجله. لا، واداء النادي الاهلي النهارده يمكن انا شايف الشوط الاول كان كويس جدا، اداء في فرص كتير ضاعت، كان ليه دور، يمكن دور عبد الله السعيد كان مهم جدا. دور مؤمن زكريا، يمكن طبعا مؤمن الفتره اللي فاتت دي كان بصفه احتياطيه او بينزل فترات كده من المباريات، ولكن مؤمن النهارده اجاد. مؤمن النهارده عمل الكره الاولانيه حلوه قوي، وسجل هدف بحته البريشر على حارس المرمى، سجل منها هدف كويس جدا. فالاداء النهارده، اداء النادي الاهلي ككل، اداء النهارده كويس جدا، يستحق انه يكسب 2 و3 و4 و5. كان ممكن النهارده. طبعا فرص ضايعه، كره غريبه اللي ضاعها كوليبالي ده، طبعا فرص كتير النهارده ضايعه. ولكن برضو عشان نبقى منصفين، فرقه القطن الكاميروني فرقه ضعيفه جدا. ضعيفه ما كانتش كده يعني، كان اسمها اكتر من كده. لا بس النهارده باينه قوي قوي يعني، باينه قوي ان هم يعني في الكوره اكنهم لسه بيتعلموا كوره جديده، وخصوصا اما بيبقى مرتبطه باسم الكاميرون. يعني صح، انت بتقلق ليه؟ القطن الكاميروني اما بيرتبط باسم الكاميرون بتبقى قلق جدا. ولكن الاداء النهارده، اداء فرقه القطن الكاميروني شافه اداء ضعيف جدا. يعني عندهم خط دفاع يعني كل هجمه كان النادي الاهلي لازم يجيب جول، خط دفاع بجاش وحارس مرمى، كل هجمه لازم النادي الاهلي يجيب جول، وخصوصا عمليه الاختراق من الخلف. يعني احمد فتحي لو اخترق، علي معلول لو اخترق، النهارده الناس اللي بتنزل بتيجي من تحت. الاهلي كان بيضرب خط الظهر لان هم بيقفوا على الاوفسايد، هم مش فاهمين حاجه، 1 2 1 3 يعني. وهم مش فاهمين حاجه ابدا. فبقول لك فرقه، وحتى هجوميا عندهم عناصر، ولكن مش مؤثرة قوي على المرمى. بتشوف ازاي التغييرات الفنية اللي بيعملها كابتن حسام البدري؟ مش بس بتكلم على مباراة النهاردة، بس بتكلم على التدوير. خرج ميدو جابر، نزل وليد سليمان، وليد يتصاب يبقى مش موجود، اجاي موجود. يعني التوليفة اللي بيعملها كابتن حسام البدري، واللي انا متأكد دايما ان هي بيبقى ليها علاقة بالمباريات، هو بيربطها دايما بالمباريات، بانه المباراه دي قويه، المباراه دي اقل شويه، دي متوسطه. لا، هو طبعا اي مدير فني على فكره برضه بيبقى دائما في كل مباراه بيحط النهارده التشكيله، بيحط النهارده مين اللي النهارده هيستعمله في حاله النهارده تغييرات هتحصل. يعني النهارده انا ما بشتغلش كده، لا انا بشتغل بالورق وقام قبل الماتش بيوم بيومين. النهارده تشكيلي مع الجهاز الفني ايه اللي هيحصل النهارده، لو حصل لمؤمن حاجه مين اللي هينزل، لو حصل كوليبالي مين. كل هذه الامور لازم تبقى سيناريو في مخ المدير الفني. فعمليه الروتيشن اللي الكابتن حسام بيشتغل بيها انا شايفها ايجابيه، لان انت برضو خلينا واقعيين، النادي الاهلي ضامن بنسبه كبيره قوي الدوري. فالنهارده لازم يجهز لعيبه، وخصوصا من الصفقات الجديده. النهارده لازم الصفقات الجديده تخش النهارده.